شكون؟ اهلا اختي كبيرة. تحس كثير لاباس عليك بخير. السلام عليكم. الله تراك عارفه كنا عايشين بخير وعلى خير انا ويونس، وجعدنا العون القضائي والدار مشات ويونس خرج دابا من الخدمه، مازال انا دابا اللي باقا خدامه شويه، وجينا عندك اختي هاد الايام حتى بما لقينا شي كرا ولا شي حاجه. وسمحي لينا الا كنا غنتقلوا عليك اختي. اش من تقول اختي اميمه الله يهديك، دار داركم جلسوا وقت ما بغيتوا، هادشي كامل واقع وانا ما فراسيش. ربي يخليك اختي، والله عارفه الدار دارنا، واي راك عارفه وصافي، ما بغيتش نتقل عليك انت، هادشي اللي كاين اختي. ما جازيك بخير ان شاء الله، ما نكونش ثقال عليك، وسمحي لينا وردوك شتي في ساعه الخير. راكي عارفه هاد الظروف اللي خلاتنا دارنا هاد المشكل وداكشي، وامي ما قالت ليش نجي عند اختي صوفيه وما عطيتش تقول لينا لا. الله يرحمك والدينا وسمحي لينا. بالعكس اخويا يونس، مرحبا بك، الدار دارك راه خاويه تاعك كما بغيتي. حتى انت اختي اميمه دار دارك، واخر مره نكع عليك الا ما جيتيش عندي، حنا راه خواتات. ربي يخليك اختي صوفيا، والله حتى انا ما انساش لك هذا الخير، والخواتات راه حد من الدنيا. هذاك الشيء اللي كاين، عرفتي اختي صوفيا، وحق الله العظيم يعني كون حضرتي كيفاش الطريق كيفاش جاو عندنا وخرجونا، راه لا اله الا الله وحق الله العظيم. ما عرفت كيفاش تبقيت بعقلي حتى مشات لي الدار، مشات لي كلشي في دقه واحده. واش غيفوتي يونس؟ حتى حاجه ان شاء الله، كلشي غيرجع على خير. يسهر الله. ايوا اختي ربي يخليك على كل حال. انا شحال عندي من اميه. مرحبا بك، ربي يخليك. ربي يخليك. اي تبارك الله، الدار بدلتي فيها شحال من حاجه. عجبات؟ لا تبارك الله، زوين الصراحه. الطوق ديالي. تبارك الله، شفتي عندك بحال الطوق ديال بابا مسكين الله يرحمه. مسكين. من دابا حسب وضعكم. ربي يخليك. كل شيء على شنو وصيكم. ربي يخليك، حنا ما نتقروش عليك بزاف بما لقينا الكرام، خذي راحتك جلسي، تحياتي كامله اختك انا. ربي يخليك حبيبتي. يلا ارتاحوا انا ندير لكم شي كازينات. صافي يلا. مسكينه اختي. ضيفه الدنيا ولا صوفيا؟ اه والله خليكم بعضياتكم. امين. شوف هذا تاع ما يونس. اه هذا الكوبل هذا كيضحكوا تبارك الله، والله زوني. شو هذا تاع هو؟ انا ما دويتش حتى شي، طيب خاطر سيجيو كيف كيبقى مخبي هادشي، التليفون عندك ما كيعمل سيبر مي سيبر باش نسيبر مع خصهم يبقاو سيكري ويلي ديالي انا وياك. مرحبا بكبيته ديالي، ما كاين حتى مشكل. شوف شوف عاوتاني تعقلنا نمشي لهاد البلاصه، عقلتي؟ اه وي الصيف، هذا في الصيف. الصيف انت باقي تبارك الله كتخبي. اه انت تصور حنا حيدتيهم وين فين بقاتي شي تليفون؟ مشي لي كلشي بقى عندي وخداو ليا حتى هو. اه يا ناري عليك. يصوب الله يصوب الله. قولي لي دابا انت عارفه اني مع هاد المشاكل وهاد الشيء، الحمد لله لقينا في اختك الخير، الحمد لله جالسين معها. غير هي كبيرة ما نكذبش عليك، كنت وحشت تخرج انا وياك، نخرجوا واخا نمشيو على الجرده، مشيو جيت العمل نضحكوا شويه. عرفتي ما نكذبش عليك، تخنقت بالدار الدار، كنخرج نقلب على الخدمه ما كاين لا خدمه لا والو، لا اله الا الله. واش نقول لك يا حبيبه؟ واش نقول لك الصراحه ولا نكذب عليك؟ الا بغيتي نقول لك الصراحه من الاحسن بلا ما نخرجوا، راك عارفه الا خرجنا خاصنا الميزي والفلوس، ولا داعي حنا راك عارفنا في هاد الازمه وهاد الشيء، وغير اختي مسكينه راك شايله ليها الزبينه دابا. او من الاحسن بلا ما نخرج، انا عارفك تخنقتي بزاف وعارفك بغيتي تخرج معايا، واخا تكون جيبك جوج دراهم تبغي تخسر عليا، ولكن يا حبيبه انا كنفكر لك. عارفك بدا كتفكر لي، ولكن اجي نقولك واحد النقطه، واش حنا ما نخرجو ما ندوزو صافي طالنا مشكل غنبقاو على السمس في الدار؟ خاص حنا خصنا نخرجو ونضحكو ولا بغيتو حنا كنبقاو انسان؟ راه المؤمن مصاب عادي يا امي، ما هادشي اللي وقع ماشي اول واحد اللي غادي يوقع لي ولا اخر واحد. وداكشي اللي كاين وصافي بلا ما نخسر لك خاطرك، ملي سيدي بغيتي تخرج يلا نخرجو.
هكا كبيده هو دابا رجعتي هي اميمه الكبيده ديالي اللي كنبغي النوت المشيشه ديالي. عرفتي شنو هو اميمه؟ ما نكذبش عليك كنبغيك وكنموت عليك. عرفتي كنتمنى هاد الخرجه امتى تجي؟ عرفتي حيت افتقد دوك الايام الزوينه اللي كنا كندوزو انا وياك اميمه. ما خلوش فلوس او الدار مشات لينا ولا شي حاجه تهرس لينا هاد الشيء ديالنا. لا اميمه ما هاد الشيء تهرس، الحب كيبقى ديما. اذاك انا نبقى نبغيك 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 حتى نهار نموت. لالا غاد حكي ليا. ربي يخليك وانا ديما ضحكة سيدي. المهم كبيرة انا نوض دابا ندوش ونبدا باش تخرج. صافي صافي واه وما تنساش حبي راني كنبغيك. انت اللي هدتي في هاد الدنيا. ربي يخليك يا ولد. يمشي ليا اللي يمشي تبقى ليا غير انت هذيك هي الدنيا وما فيها. ربي يخليك. صافي لذلك نقول لك هاد المرة يلاه نخرج يلاه نخرج بقا جبدي هداك الشيء. صافي كيما الله عطاني داك الشيء والله دا غادي عاوتاني الله يزيدنا عاوتاني ان شاء الله. صافي يلا نمشي ندوش. يلا مسكين يونس. بخير الحمد لله. الله يحفظك سيدي. الحمد لله الله يحفظك. تفرج. تفرج انا وياك. مرحبا تفرج. فيلم زوين. الله يلا واحد تبارك الله زوين. مالك عرفتي؟ لا والو والو كتفرج صافي عادي. انا ختماتك. صافي مرحبا داكشي اللي كاين. زوينه المقاله نشوف. هاتي هاتي بلاتي خلينا نشوفها في يدك. لا ماشي مشكل. هاتي جات زوينه احسن. الله الله يحفظك يا صفيه. شكرا. عاد تتالي يدك تجي زوينه. نرجع على يدك لا خلينا نديرها راسي. هاتي قولي يا يونس شحال انت مزوج انت اميمه؟ واقيلا جاي شي 5 سنين ل 6 سنين بحال هكاك. علاش؟ 5 سنين وما عندكم لا وليدات لا والو. علاش؟ وما كتبش صوفيا اختي راكي عارفه كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. وما نكذبش عليك حنا كنا ملينا في الخدمه 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 حتى دابا عرفت بحق الاولاد وعرفت بحق كلشي حتى ريحت وتنطلع ضامي هذا عرفت بان الاولاد نعمه. وراكي عارفه كيبقى كلشي قضاء الله وقدر. نهار اللي كتب لي راكم فياكم. ايوا ان شاء الله نهار غادي كتاب ان شاء الله غيكون وليدات غتكون كلشي زوينه في الدنيا الحمد لله. المهم الموصل ماشي قضية المكتب ولا الخدمه. الراحه اللي ما لاقيهاش. لاقي راحة اختي صوفيا لاقي والحمد لله لاقي خير. دالي راه كتشوفيني ضاحكين على ماختك صوفيا. بوك اختي واحد الكلمة ماشي حيتاش مريح عندك تبيت ديري بحال هكا. الله يرحمك الوالدين. كيفاش مريحني ندير بحال هكا؟ انا كنحس بك اختي وراك نسيتي. عادي انا انسان كيعجبني من حقي نهضر معاك بحال هكا. ها كنعجبك صوفيا اختي؟ انا هذا راجل اختك واقيلا عليك بالاحترام وعليا بالاحترام. الله يرحمك الوالدين اختي صوفيا. انا راه هادشي ما نقولوش اميمه ولكن عاد الله الا ما وقريني حسبيني بحال اخوك ولا عطيني تيسا ونمشي انا كاع نخرج انا وماتي ونمشيو. عطا الله فينا نسكنو اختي صوفيا. كيفاش غتخرج من الدار؟ انت هو كلشي وانا على ودك دخلتها هي. اش الهضره؟ كيفاش دخلتي على قبلي؟ على النهار لو نسيتي اناش كنتي كتقولها صوفيا. انت اختي وانت اللي عندي وهادي وهادي ولا داكشي كامل مشى صوفيا. صوفيا على الشيطان الخا واحد الدنيا راه حشومه هادي. اختك زوينه ولا خايبه؟ اختك ترى الحمله خناس كيهزهم مالي راه تيلا خصك تهزها وهي تهزك. هاد الهضره اللي كتقولها صوفيا راه حشومه. تقولها راه اختك ولا تيبت الناس كيما اختك بنت الناس تيبت الناس. ما تخليش الشيطان يلعب بك صوفيا. احسن مني وحشاك. انا محترمك ولك راه كتعجبني يونس. هادي اختي عاشت العيشه اللي ما عشتهاش انا وكل خراسه في هاد الوقت. واش انت مريضه ولا مالك؟ مريضه بيك. استغفر الله العظيم. اسمع نقولك واحد الكلمه. شتي السيده عمرني ما نتفرق ما عرفتي علاش حيت انا نهار طحت هي اللي مسكينه لقيتها جنبي وهي جابتني عندك وكتصحابك ختها نيت ودايره في الثقه. خديك شي علاش انا جابتني عندك ماشي جابتني عندك انت باش بديت دير لي بحال هكا وديت ندمين على حياتي. اقولك واحد الكلمه انت اصلا داك الدماغ عندك ناشف ناشف. انا نبدلو نبدلو ساعه اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يونس سموحات سموحات موري بدا اسمع سيدي اسمع انا اللي ورينا فيك بس انا وانت والسامعين بيت الناس الحاضرين فيني يا مرتي توحشت بزاف
زينة البيت. مشي البيت حتى واقعي لغلت. بيتي أنا مرضي أميمة مرتي توحشك. كيفاش مرتي؟ بغيتي تنكريني؟ بغيتي تنكري شي وحدة كتنكري راجلة؟ ماشي مشكل ماشي مشكل، ياك هدا هو بيتنا، ياك انتي يا حبي أميمة. أميمة؟ إيه أنا هي أميمة، أنا مراتك. مرتي مرتي، انتي حبي اللي كنموت عليها. عرفتي انا المسكين علاش انا شغل قريت دوكا مع صحابي، بغيت ننسى حبي. ماشي بغيت ننساك انت، بالعكس انت في قلبي، بغيت ننسى حبي المشاكل. والله عرفتي شناهو، توحشك والله. تا انا توحشك. شكرا حبي. ايوا صافي ارتاح دابا انا معاك، يا كتبغيني كنبغيك. عرفتي شنو يجيك معاها حبي؟ سي سدي الباب وجهك بيتي. سي سد الباب. سدي الباب وجهك، عندك تشوفك اختك. توحش حبي. دابا انت شي شكر ليك عندي، وهادي الفرصه. اوه رشقي الشهر. يونس مالك؟ لا ولا شقيقة في الشهر اللي بيها شرف بزاف. واخا شرف شي بزاف، دازت ليلة زوينة. كيفاش؟ كيفاش دازت ليلة زوينة؟ علاش كنتي تهرانا معنا ولا شنو؟ ويلي لا كنت تهرانا معاكم، علا نسيتي؟ ولا وليتي كدير الحوايج وكتنسى؟ انتي اش من حوايج؟ اش كدوي؟ بغيتي انا متخرت على كابوجي، يلاه علاش كدوي؟ انتي من نهار دخلت للدار تيقول لك الغاز. داكشي اللي ما كنتيش باغي وقع وقع البارح، وانت اللي جيتي برجيلاتك عندي ما جبتكش انا. دخلتي للبيت وتقربتي مني، وماشي غير هادشي، قلتي لي سدي الباب من الفوق، وقلتي لي توحشك وموحشك. اش كتخربقي انت؟ اش كتخربقي؟ اسمع نقولك واحد الشكل ماشا، عرفتي تسمع هادشي اميمه وتقول تخرجي هادشي من فمك، انا ما غاديش نعاود لك شغل طارك المقاطع اخويا على كندب معاكم. مزيان عندك هادشي تسمعو اميمه، عندك هادشي تسمعو اميمه. الا مشات حتى سمعاتو راه مطلع مع راسك. عندك هادشي تسمعو ما نقولهاش اميمه، اميمه غنقولها ليها. اميمه راه اختي وما غنخبي عليها والو، وغتجي غنعاود ليها. سمعاتك الصفر باش غادي نقول لك مزيان. انا راه خسرت كلشي في هاد الدنيا، مابقات عندي حتى شي حاجه، حتى شي حاجه مابقات كتهمني. هذيك اختك هي اللي بقات عندي في هاد الدنيا، سمعتي؟ وإلا مشات سمعت هاد الشيء راه ما تلومي غير راسك، وقسما فمي بالله غادي نعدي لك واحد العذاب كاع ما تمشي في حياتك. كتسمعي؟ طلق مني. سمعي سمعي هذيك السفريطة، سمعت غادي نقول لك مزيان. شتي هاد الشيء كامل اللي وقع غنسدو غادي نطويو هاد الشيء. أميمه ما خصهاش تعرفو بصفة نهائية، حيت مشات تعرفاتو راني كنوصيك وكنوصيك وكنوصيك، راه ما عندي حتى شي حاجة تكون شي خسرتو في هاد الدنيا. هذيك اللي بقات ليا، عرفتي مشيت أنا خسرتها، عرفتي راسك حتى خسر هاد الدنيا هادي. دابا عند باك ضربتيني ما غاديش نقول ليها اميمه اختي، وغنقول لها كلشي كلشي غنعاودو ليها. هذيك راه اختي طبينا في كلش وحده. دابا انت عاد ولات اختك. يونس حدك تما، يونس سمعت كلشي. اختي شتي يونس؟ اش واقع صوفيا؟ سمعتي؟ ياك سمعتي؟ بلاتي 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 كنسمع، ما تقوليش لأميمة. ما فهمتش، بغيت نفهم، فسروا لي انت يا صوفيا وانت يونس، فسر لي شنو اللي ما بغيتونيش انا نسمع. أميمة راه هادي خيبة. هادي خيبة؟ اش واقع صوفيا؟ سولي اختي، جاتك راه البارح وتعدى عليا، سولي. وجاتك راه لا سولي، كيفاش صوفيا جاتك وتعدى عاد عليا؟ واليوم ملي قلتها لي شوف شنو دار ليا. لا اميمه والله ما تعديتش عليها، ما خصهاش اميمه كتكذب هذيك الدابه، ما خصهاش اميمه، ما تعديتش عليها. شتي عارف انني ندير هذا الشيء؟ شتي يونس؟ شتي واقع صوفيا؟
انتي اختي انتي مراتو، سولي وجهك كان ولا لا؟ سولي سؤال واحد وجهك كان البارح وفين كان؟ وقال لي توحشك. واش بصح هادشي يا يونس؟ دابا بغيت نسولك حاجه واحده، واش بصح البارح جيتي سكران؟ جاوبني يونس. انا بصح كنت سكران البارح، ولكن اميمه كلمه، ولكن كلمة، ولكن يونس تهديتي لاختي يونس، تهديتي لاختي يونس. بصح اختي تعدالك، غتثقي بختك ولا غتثقي بيه هو؟ ياك يونس، اختي اللي دارت فينا غير خير وجات سكناتنا هنا يونس، درتي فيها هادشي، صدمتيني فيك فراسك، معرفتش ما نقولك، هادشي ماشي ديالك. اميمه خليني ننصحلك، راكي فاهمة الموضوع غلط اميمه. فهم الموضوع غلط؟ عندي ما نفهم، عندي ما نفهم، انا تصدمت وما بقيتش باغي نفهم، فهمتي؟ ما بقيتش باغي نفهم، واخر واحد كنت كنتوقع منه انه يدير لي هادشي هو انت، ودابا سالينا يونس، من الاحسن ما تبقاش تعرفني ودير راسك اللي شتيني ما تعرفنيش. دابا سيون شكون تيبات اختها ولا راجلها؟ تيقات خاتها، ولكن ان شاء الله غنتقم منك ويعجبك الحال، عقل على هادشي. اشنو خاصك تمشي مع هاد اميمه وتقولي لها شنو كاين؟ سطيتي ولا مالك؟ ما نقول لها والو. علاش؟ داك النهار قلت هضره دابا نقول هضره. وي بنتي شنو تستافد هاد الشيء كامل؟ انا مستافده، ماشي شغلك، ماشي سوقك. وهي مشيت هددت من بصح ما يبسل لك انت. دابا شنو بغيتي؟ نمشي عندها انا نقول لها اجي راني كذبت عليك، انا اللي تقربت من راجلك. دابا شنو هاد بنتي ما بغيتيش تمشي؟ دابا ديك السيده واقفه معايا مسكينه وشحال وهي كتجري معايا وتوقفنا ودابا تلعبت معايا مسكينه وبقات معايا جيتي في دقيقه. قال مشيت شي كامل محشومه شانك ماشي اختك هذيك. اه حيت انا كنبغيك، هادشي علاش درت هادشي، وانت ما كنتيش مسوق لينا، عييت ما نوضح لك، ما بغيتيش، دابا تحمل العواقب، وما غنقول لها والو. دابا انت اش شنو غتستافدي من هادشي كامل اللي درتي دابا؟ انا اللي عارفه شنو مستافده. شنو مستافده؟ مش سوق. هو انا غتمشي معاه؟ لا ما غنمشيش معاه. غتمشي معاه؟ ما غاديش نمشي. صحة ولا خاطرك غتمشي معاه؟ ما غاديش نمشي معاه، صافي؟ اسمعي نقول لك واحد جوج كلمات، راه والله ما تخرجي من هنا لو مشيتي معايا. وانا ما غاديش وما كنقول والو. واخا دابا هو كلامك الاخر. هذا هو كلامي الاخر. صافي صافي انت يقنع. اه الا جات ديالو. لا لا ما فيش هادي والو، انا غير ايوا انت انا كنت كنسجل في هضره مع واحد نديها للبوليس. هضره؟ هضرتي انا كنسجلها؟ لا ماشي هضرتك، هضرتنا بجوج، سجلتها باش تعطيها للبوليس وقت الزمان حيت جا معاك تيفرتك تلعش، انت انا خصني فرتك تلعش. هادشي علاش غندير للبوليس، واصلا البوليس داير معاهم انا دابا غادي ندير لهم ودير شي ديكلاراسيون وداكشي وانتم غنجيب لكم بروف ودابا غندير بروف، ما احتاجكش تمشي معايا. غاتعاود نشرح ليك؟ ما تبغاش تشرحي ليش بغيتي تشرحي ليا؟ غاتعاود نشرح ليك واللي بغيتي نديروها، تفهموا بلاتي هي احسن. اه دابا عاد بديتي كتلاحوني وتقولي حق المشاكل ما مشاكلش، مني من الصباح وانا كنطلب فيك وديك النهار ملي كنتي كتخلق المشكل وانا كنطلب فيك، اه ما عايشيش وما درتيش بوجه الله، حتى دابا عاد وليتي اه حقا ما نديروش المشاكل. واش كوجه المشاكل تنيت؟ انت شوف نص اللي بغيتي نديرو غير ما مشي عند البوليس. سمعي دابا نقولك شي كلمات. اه شنو؟ يا غنمشيو عند البوليس يا غتمشي عند اميمه. مشي عند اميمه صافي، مشي عند اميمه صافي، مشي عند اميمه. اذا كنتي خايفه من عند اميمه مشي عند البوليس ديال هانيا. اي فاش حطيت راسي صافي مشي عند اميمه. مشي عند اميمه؟ يلاه اجي معايا اجي قدامي. ناري اختي صدمتيني والله، ولكن شوفي انت ربي كبير ما يبقاش فيك الحال والله، انت بقاي معايا هنا حسبيني اختك والله. ما بغيتش نتقل عليك. حسبيني اختك ما يبقاش فيك الحال. ما بغيتش نتقل عليك. شوفي انا ساكنه بوحدي وانت عارفه والله امين. عرفتي حشمانه نمشي عند اختي والله الا حاشمه نمشي عند مسكينه تاي هذيك الحاله اللي دار في هذاك الصقع. زيد زيد خلينا نرجع سنة الدراري صغار، خلينا ندورو بحال هكا. سمحي
يونس مرحبا بك. الله يحفظك اختي. شكرا. صوفيا بسم الله. كيدير امي؟ لاباس عليك؟ اشي كدير هنا؟ تابعني تاع صاحبتي باش عرفتيني انا كاينه هنا. انت عارف هاد الثلاث دري هي الوحيده اللي عندك، هي اللي كتعرفي صاحبتك يعني ما عندنا غير هادشي. والديك الله يرحمه خصك هاي راه كاينه هو مع العمر. اش بغيتي دابا؟ اش بغيت دابا؟ انا نقولك علاش بغيت. انا اختك جبتها لك اليوم حيت انا نهار الاول داك النهار قلت لك راني بريء وما سيقتينيش. دابا اختك هاي غتجبتها معايا باش تسمعني تمن فمك دوا اختنا. واش انت حمق؟ واش عاوتاني جاي باش تجبد لي هاد الموضوع؟ هاد الموضوع نسيجو سالينا وما عندي ما نفهم منك، وصوفيا ما عندها ما تقول لي. يا اميمه شوفي بعدا غير شنو بغا، ما غتخسري والو. ها الله يرحمك والدينا اختي. شفتي ها صاحبتك قالت صح، ها حنا جبت لك اختك دابا غتقول لك كل شيء اختك عندك. اختي انا بريء والله حتى بريء من هادشي كامل، وهاد اللف عادي اللي دارت هادشي كامل. هاي قول لك دابا شنو كاين، ولا دابا غندي داك الشيء اللي سجلته للبوليس. سجل؟ اه حيت انا سجلت اللي كتعترفي بهادشي كامل اللي دارت. شنو من تسجيل؟ شدوي ما كيساكتش. بلاتي بلاتي فهموني دابا بشوية. صوفيا اش كيقول يونس؟ كيفاش صوفيا هضراتو بصح؟ يونس ما تهداش عليك؟ لا. وشنو وقع ديك النهار؟ صوفيا شرحي ليا. يونس عاد اللي تقربت منه حيت كان بغيه وما بغاش يقدر هادشي. واش انت مريضة؟ راني اختك واقيلا ويونس راه راجلي. واش انت معقلك ولا خاصك تمشي لسبيطار ديال الحماق؟ كيفاش انا كنبغي وبغيتي دابا هادشي؟ ياك ها خساره فيك كلمه اختي صوفيا، والله حتى خساره فيك اختي. عرفتي اش غيجيك مليح؟ نوضي عطيني تيساع. نوضي بحالاتك عطيني تيساع ما تقيسينيش. نوضي صوفيا. ماشي مشكل نهائي، خطا كيوقع وهاد المره بغيتي تسمع الاطراف بجوج ماشي صافي. حتى اختك من دمو غتيقي وغاش كدبي راسك. وصافي اسمح لي انا ما تخاص والدار بقيت كنسمع ديك ما تقوليش لا ما تقوليش لا كيسحب لي انت اللي تعديتي على يونس. اسمح لي ولكن ما توقعش انا تعدي لي هادشي. ماشي مشكل سامحك ما كاين حتى مشكل. ما كاين حتى مشكل مرحبا. وسمحي لينا اختي غير باش لا لا بارك الله فيك. اسمحي لي اش درنا جوج شيء هذا ما قلت لك بقيت ساعه حتى شي حاجه.